ما فهم الدين ديالو غادي يتبع اليهود والنصارى شي بغا بيجيب، وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. وبزاف ديال الناس تيشوف شي نصراني ولا شي يهودي داش عاد يبعث ما بين بين الرمي، راه هو فاهمين واعيين وقارين. سبحان الله، تحيد البركه والخير من راسك وديرها في المشرك الذي لا خير فيه، وديرها في الكافر وتكسب احسن منك. سبحان الله، ما هذه الدين؟ ما هذه الدنيا تجعل راسك انت في مرتبه اقل، وتبان لك انت من المعارف شايب وانت مجادل وانت غير كلبو، وتقول شي تقول انت هو الدول على التاريخ الدول المتخلفه الشكل هذيك، بل ليست متخلفه بل هي مخلفه، هي اللي بعدات. وفرق بين المتخلف وبين المخلف، من الذي خلف هذه الامه؟ هي اللي ما بغاتش، عندها الخير، عندها القران، عندها السنه، عندها العلم الدنيوي والاخروي، عندها الخيرات، عندها الثروات، عندها العقول. وما قامت حضاره امريكا وحضاره اوروبا ان كانت من حضاره صناعيه وتقنيه الا على اكتاف المسلمين، الا على اكتاف المسلمين. واليوم خيرت العقول ديال الامه العربيه والامه المسلمه هي اللي كاينه في المعاهد ديال البحث وفي المراكز ديال التقنيات في امريكا وفي اوروبا. ولكن هذه الامه لما ضيعت الدين ديالها وانفتحت على غير انفتاحا غير محمود وقع لها ما وقع. لذلك ايها المسلمون، نحن امه مرحومه، نحن امه السياده وامه القياده وامه الرياده، ولكن بشرط